وحيرجعنا بالجيب الإجابة وليح العار إحنا لا يمكن أبدا ده هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا عشان احنا نعيش. وحيرجعنا بالجيب الإجابة وليح العار إلا النار النهابة إلا بالنار والمدفع والدبابة الرحمة وخش رجال الصاقة المصرية ونرمي قنابل يدوية نجيب من حد وانا بلدي غالية عليا واسوي ظهرنا شعب واقفين نحمي بفدائية شفر سينا لك سينا بدمنا مروية ولا دم الهم في أبطال مستنية نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية والله يا رجال ما بدي بالإجابة وبلدنا أسود طالعين من وسط غلابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة عفدتنا حديد عفدتهم زيف كدابة والمصر أكيد في وحوش هنا ليها مهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة فحكا وتعالى هندوسة بالدبابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة حلينا نموت وتعيش مصر الوهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة احنا لا يمكن ابدا ده هننسى ولا هنتخلى عن ابناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا عشان احنا نعيش. يا رجال ما بدي بالإجابة ولا يلح العار إلا النار النهابة إلا بالنار والمدفع والدبابة الرحمة وخش رجال الصاقة المصرية بنتر في الجو ونرمي قنابل يدوية نجيب من حد وانا بلدي غالية عليا واسوي ظهرنا شعب واقفين نحمي بفدائية شفر سينا لك سينا بدمنا مروية ولا دعم الهم في أبطال مستنية نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية والله يا رجال ما بدي بالإجابة وبلدنا أسود طالعين من وسط غلابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة عفدتنا حديد عفدتهم زيف كدابة والمصر أكيد في وحوش هنا ليها مهابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة فحكا وتعالى هندوسة بالدبابة والله يا رجال ما بدي بالإجابة
نموت وتعيش مصر الوهابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. دعوا هذا فيها رجالة. ايه يا فندم، انا احمد المنسى قريب من نور. ايه يا فندم، انا 20 دقيقة بالظبط. اضربوا هاول علينا يا فندم، رجاله بيت. انا احمد منسي معاك، احنا في الطريق. احمد منسي احنا في الطريق. في مصابين كتير يا بني، هخرجهم لك واضرب على الشمين. ارمي الشمين. اثبت. ايه اللي كفتحك في الطريق؟ اثبت. مش هنخرج، من الفيلم يا الفيلم.